تنهار لأن فلذة كبدها لم يجلب لها هدية في عيدها، بل لأنه تركها مبكرا، رحل وودعته الوداع الأخير في عيد الأم. عيد لن تنساه تغريد وشقيقتها هدى، اللتان ودعتا معا ولديهما محمد وصلاح وهما لم يتجاوزا 17 من العمر. وداع بدأ من شوارع نابلس وانتهى في جنازة حاشدة في بلدة عورتة جنوبي شرقي المدينة. جنازة رددت فيها الشعارات التي تطالب بالرد والثأر. والحين المحديد مشان بدهم يعيشوا الاولاد، شو بدهم يساووا؟ اللي منحاسوا حديد راحوا لموا خلصوا يا رتبك ما هوش رايح خالتي، رتبك ما هوش رايح. يعني رايح يشتغل؟ راح يشتغل والله خالتي. الجيش الاسرائيلي اكتفى بتصريح مكتوب لتاكيد روايته القائمه على ان محمد وصلاح قواريق حاولا طعن جنديين اسرائيليين عند حاجز عسكري قرب البلده، بينما يؤكد الاهالي ان الجنود قتلوهما في ارض زراعيه قرب البلده. الجيش الاسرائيلي اجى شباب اثنين بحرطوا بالارض، الشهيد محمد والشهيد صلاح، طلب منهم يتوقفوا، بعد ما وقفهم بعد 5 دقائق اطلق النار عليهم واعدامهم اعدام يعني بدم بارد بدون اي سبب من الاسباب. وداع صلاح ومحمد سبقه بساعة واحدة، وداع أهالي قرية عراق بورين جنوبي نابلس للطالبين أسيد ومحمد قادوس، يوم رأت فيه السلطة الفلسطينية استكمالا لمسلسل التصعيد الإسرائيلي للهروب من الاستحقاقات السياسية. ندرك تماما أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يعيد خلط أوراق اللعبة، يريد أن يتهرب من استحقاقات سياسية، أن يتهرب من ضغط دولي، لكن على حساب دماء أبناء شعبنا. فيما لا يرى مراقبون في إسرائيل أن الوضع الميداني بعد أحداث القدس والخليل وسقوط شهداء نابلس في الساعات الأخيرة هو مقدمة لانتفاضة جديدة. قد لا يعد تصعيد الأخطر، لكن مؤشراته قد تدلل على أن إسرائيل تحاول فتح البابين السياسي والميداني على مصراعيهما في محاولة للتهرب من باب المأزق الدولي. جبار البديري، الجزيرة، من بلدة عورتة جنوبي نابلس المحتلة.